أمانة. هذا الموضوع الاحتقان نتاع نساء ورجال التعليم و يعني المبادرة نتاع الفريق الحركي في هذا الإطار. ولن لا أخفيكم أننا اجتمعنا البارح مع واحد الإخوان من التنسيقية لزنزانة 10 وطلب منهم، وحنا عندنا طلبات أخرين مستعدين باش نسطو لهم وندافعوا على وجهة النظر ديالهم. سمعنا لهم بإمعان كلامهم، قال كلامهم معقول. والحكومة قلنا النهار الأول لأن اللي تيقول غياب المعارضة على الموضوع أسدي شكير ما غايبينش. حنا أول ما تعانق رئيس الحكومة مع النقابات وبقى البوسان بوس 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 بحال شي واحد ما عرفت منين هاد ولاجة، أنا خرجت وصرحت لكم بأن هاد البوسان وهاد العناق الله يدومو الله يدومها ساعة. وفعلا قلت أودي ردوا بالكم، كل واحد راه عارف شنو في راسو. سرعان ما تبخرت الأحلام وسرعان ما بدأت تصريحات تقول هذا الحوار الاجتماعي راه ما قابلش. ما تبقاوش تقولوا لنا بأن الحوار الاجتماعي أصبح يعني بشكل مهيكل ودائم وكذا. ودابا المرسوم تيقولوا بأن هذا المرسوم أحادي الطرف، لأنه كان خص ندير تكون مخرجات للحوار وبشكل واضح وعاد نمشيو للمرسوم. دابا المشكل هو أن المرسوم صدر في الجريدة الرسمية. أنا أقول لكم ولن أخفيكم سير، على مستوى المجلس الأعلى للتربية والتكوين كان السيد رئيس الحكومة طلب الرأي ديال المجلس الأعلى قلنا بخصوص واحد المشروع مرسوم يتعلق بأسلاك الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية وهدف التعليم العالي. فتبعوا معايا مزيان. ثم جاء واحد طلب تاع الرأي بخصوص المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية، وجاء بالنسبة المشروع المرسوم المتعلق بالتوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي. مزيان. ولاني ما جاش طالب الرأي بالنسبة لهذا المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي. ألا ترون بأن كاين شي حاجة ما خداماش ما قبطاش؟ ما جاش هذا. تنسمعوا دابا واحد الهجوم شرس واختلفت الآراء من برا وداخل المجلس الأعلى للتربية والتكوين حول يعني عدم التدخل ديالو. فاش غادي يدخل بعدا؟ لان راه الحالات الأربعة اللي تدخل فيها المجلس برأيه الاستشاري هو إحالة من طرف صاحب جلال الله يطول عمره وينصره او رئيس الحكومة الى اخره، او لا لوتوسيزي ياك الإحالة الذاتية. وليني دابا فاش هذا لا يتعلق الامر بالقانون. واش غنديروا إحالة باش نعدلوا مرسوم صدر بالجريدة الرسمية؟ طبعا لا يمكن للمجلس ان هذا. طبعا انا جاف المهم شنو هو اللي بغيت تقول في هذا الكلام، هو ان هذا المرسوم لم يحال ياك على راي المجلس الاعلى للتربيه والتكوين في الوقت اللي ثلاثه نتاع المراسم يعني تحالوا، وفي الوقت اللي اعتذر السيد رئيس الحكومه والسيد وزير التعليم التربيه الوطنيه المحترم واللي تنكنوا لهم كل الاحترام، تحال المجلس هذاك المشروع القانون رقم 5921 المتعلق بالتعليم المدرسي. ولأن التعليم المدرسي راه سبق بعدا المجلس عطى فيه رأي والحكومة تعلم ذلك. إوا تبدلت حكومة، الحكومة عاوتاني رجعنا لهم باش يعطيو الرأي. عرفتوا علاش؟ راه باش بقاو تربحوا في الوقت، لأن الحكومة لحد الآن غير قادرة على تنزيل الـ يعني القوانين والمراسيم المتعلقة
بالقانون الإطار التربية والتكوين، وبدينا نسمعوا كاع شي أصوات يمكن نعيدوا النظر فهذا القراءة نتاع هذا القانون الإطار. وسبحان الله مازال بعد هذا القانون الإطار ما تنزل باش نعيدوا النظر، راه غنبقاو عايشين في دوامة إصلاح الإصلاح كيف قال سيدنا الله يطول عمره إلى ما لا نهاية. هذيك 60 عام وحنا تنصلحوا، للأسف حنا طحنا في هذاك الشيء اللي تنطيحوا فيه. دابا تقريبا 67 عام في وزارة التعليم تعاقبوا 33 وزير، يعني بمعدل زيد ناقص 16 إصلاح لجوج السنوات لكل وزير، وكاين 16 إصلاح. واش زعما ما قديناش نوجدوا بشكل نهائي؟ أو لا دابا واحد جا قال لك المدرسة الجديدة، هذا قال لك المدرسة الرائدة، الآخر تيقول هذا النظام الأساسي اليوم بعد المرسوم. إذا ما كاين استشارة، هذوك الناس يقول لك أودي حنا ماشي هادشي علاش تحاورنا، هذا النظام الأساسي ككل الأنظمة الأساسية في العالم كامل ملزمة باحترام بعد القوانين الجاري بها العمل في البلاد. يعني أن لا هذا النظام الأساسي ماشي شي حاجة اللي غتجيب تنقص على ما هو موجود في القانون، هي المفروض تعطي امتيازات في إطار التدبير بشكلين يعني توافقي، لم يتم ذلك. هذا المرسوم جاب ثلاثان تاع الصفحات تاع العقوبات. دابا اليوم ولينا مطالبين باش خدموا في الوظيفة العمومية بزوج نتاع الأشكال، عندنا الوظيفة العمومية نتاع كل شيء، وعندنا الوظيفة العمومية ديال التعليم. ثم ما يمكنش، القانون أسمى من النظام الداخلي، ما يمكنش. إذن نحن نقول لحفظ ماء الوجه للجميع وحفاظا على المصلحة الفضلة اللي فلدت أكبادنا وليداتنا، ويعني للتقدم، لأنه البلاد اللي بلا تعليم لا مستقبل لها. تنقول أودي بأن اليوم كاينة قائمة معروفة نتاع يعني المواد والتعديلات اللي كانت على شكل مطالب معروفة، هاد المواد ترتب بالأسباقية، والحكومة مطالبة إذا كان مثلا شحال كاين من مادة 23 مطلب، هاد 23 مطلب الحكومة إلا ترتبات بشكل اللي السهل هو الأول وحنا هو دين، وتجي وتجر الشرطة حمراء في شي بلاصة تقول مثلا أنا غنوقف 17، الله أعلم نتمنى ما نكونش وقفت في شي بلاصة اللي فيها إنا، إلا وقفت في 17 ما لا يدرك كله لا يترك جله. قولوا حنا بعدا هاد 17 النقطة مقبولة وما بقى فيها تفاوض، لأن بعدا الحوار ما بقاش سهل الحوار، دابا نحن في مرحلة تفاوض. ها هي إذن 17 ربحناها، ثم هذاك الشيء اللي جا داك الستار الاخرين مثلا، أقول مثلا عفاكم حضروا مع هاد القضية اللي يقولوا فلان راه جاب أو لا موصيه شي حد ولا دافعوا شي حد، ما كاين والو، هذا اجتهاد فقط، لأنه الأخوات والإخوان تيقول لك إما يسحبوا المرسوم إما ما كاينش ما راجعينش لهذا الحكومة. تقول أودي راه ما يصعب ويستحيل أن نسحب هذا المشروع. والسيد الوزير الوصي على القطاع قال هذا ليس بقرآن منزل، وفعلا يا سيدي لما كانش قرآن منزل خذ هذاك الشيء بعدا اللي خصو يترتب ياك، وهذاك الشيء اللي بقى خص لابد، لأنه منطقي خص لابد يتم الاتفاق فقط على الآجال باش يعني يتم التنزيل ديالو. هذه من هنا عام، هذه من هنا عامين، هذه من هنا 3 سنين. دابا المشكل هاد الناس محيطة تسمع لهم تيقول لك حنا ما عندناش ثقة، لأنه
الوعود اللي تعطتنا تم تراجع عليها، وهاد العقوبات ما عمرنا ما اتفقنا عليها، وما يمكنش تطبق علينا في الوقت اللي راه كاين القانون اللي تيحكم علينا. اذا وجهه النظر ديال الفريق في هذا اليوم في هذه المرحله هو تحديد القائمه، ترتيب القائمه باولويات، والتصريح يعني تصريح الحكومه للنقابات والتنسيقيات المحترمه بهذاك الشيء اللي قادرين عليه دابا. اذا كان هذاك الشيء اللي قادرين عليه والتزموا باجال معقوله في داك الشيء اللي ما يقدوش عليه دابا، يعني اننا راه موافقين على كل شيء، يعدلوا المرسوم وما غادي يسحبوا والو، يعدلوه ويطلقوا المرسوم الذي يلغي ويعدل المرسوم الحالي، كل شيء غادي يبقى على خاطرو، ووليداتنا والاباء ديالهم يمشيوا كذلك يقراوا، وما يركب حتى واحد على هذا الموضوع، لانه الناس راكبين وكل واحد تيشير شي تيقول بان التعليم الخصوصي دا كاع هذاك الشيء العمومي. سامحوني نقول لكم هذا غير صحيح، العام راه خدام بعدا قاب الطريق ديالو، مسار راه موجود، اللي بغى يمشي يقلب يمشي يقلب، الناس اللي ما عندهم بعدا اصلا باش يمشيو راه ما عندهم باش يمشيو. السيد الوزير المحترم تيقول بان نريد تدعيم المدرسه العموميه، نحن معاه. انا نذكركم واحد المساله قلتها صعيبه سياسيا، هذه كذا وعشرين عام في اللجنه هنا وفي الجلسه العامه، الجريده الرسميه موجوده تتشهد على ذلك. قلت للسي مولاي اسماعيل العلوي، كان هو والسي عبد الله سعاف وهذاك الاخ اللي كان تجمع الدكتور هذا، قلت لهم شتي الا بغيتو الزروالي، قلت لهم شتي انا نقول لكم واحد الراي بسيط، الا كنتو تتامنوا بالتعليم العمومي وبغيتو تدعموه وتدفعوا به للقدام، ايوا قولوا للاساتذه ديالكم والاطر ديالكم يسجلوا ولادهم في المدارس اللي خدامين فيها وما يديوهمش للتعليم الخصوصي. ما حدنا مازال تنشوفوا الاستاذ جر ولده مسكين وبداك الخلصه الهزيله خصو يخلص عليه في التعليم الخصوصي، معناه انه راه كاين مشكل داخل المنظومه. الله يجازيكم بخير، لنتعاون جميعا على التغلب على التعلمات وال يعني الخصاص الكبير، ونمشي وسير ضعفنا، الناس ما يقدوش. دابا التلميذ يكلف 10000 درهم في المعدل الدوله، واش الاب تيستافد مسكين من داك 10000 درهم؟ في الحقيقه لا يستفيد منها، يعطيوه عن نص راه غادي يمشي يقري ولادو فين فين خصو يمشي يقريهم، راه مشكل حقيقي كاين. الاستاذ هو الدعامه الاساسيه نتاع التعليم، ما حد الاستاذ ما كاينش معاه يعني حل، وما كاينش ارضاء الاستاذه والاستاذ. حنا تنشوف في الفيديوهات كيفاش يتنقلوا بنات الناس مساكن باش تيوصلوا للمدارس احيانا على ظهر الدابات، راه ما يمكنش يعني ننتظروا نتائج اكثر من اللي يمكن الواحد يتصور. وما تنساوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.